في خبر لافت، تم اعتماد الكويتية شيماء العيدي عالميا أول عضو عربي ينشئ موقعا معتمدا للتبرع بالخلايا الجذعية لأطفال السرطان في لندن. وكانت شيماء قد غادرت الكويت إلى لندن منذ عام لتلقي العلاج من مرض السرطان، ودخلت الحجر الصحي لمدة 3 أشهر، فيما بادرت خلال تلك المدة إلى مراسلة المتبرعين بالخلايا الجذعية لأطفال السرطان للمساهمة في شفائهم. وعليها تم اعتمادها بعد ذلك عضوا عالميا في مراكز الدعم النفسي بالخلايا الجذعية.